النهاردة هنجرب الطعمين الجداد بتاع دومتي ونشوف اللي هو دومتي بطعم البيتزا ودومتي بطعم البسطرمة ولفترة محدودة زي ما هما كاتبين كده هنا لفترة محدودة والفترة محدودة يعني ممكن في أي وقت ما تلاقيهمش. فأنا بقى هجيب لك الزيتونة كده بقى اللي فيها وأقول لك لو لقيتهم قدامك تشتري أنهي أو ما تشتريش خالص ولا ده ولا ده. فتعالوا نشوف. طيب دومتي نزلت طعمين جداد اللي هو بطعم البسطرمة دومتي بطعم البسطرمة لفترة محدودة ونزلت الطعم التاني دومتي بطعم البيتزا برضه لفترة محدودة. في ناس كتيره قالت ان هو حلو وفي ناس كتيره قوي قالت ان هو لا طعمه وحش جدا. فانا بقى ايه جاي يا باشا عشان انهي لك المعضله دي خالص واقول لك لو لقيت دومتي بطعم البسطرمه او بطعم البيتزا لو لقيتهم قدامك في اي سوبر ماركت او اي كشك تجيبهم ولا لا، عشان ما تجيبهمش وتلاقي بقى طعمهم وحش بقى وتدفع فلوس على الفاضي وكده. فانا هجيب لك بقى ايه النهايه اللي فيها يا باشا. طيب واضح ان هو لفتره محدوده دي يعني اللي هو فكره ممكن ما يعجبش الناس ما ينزلهمش تاني او ممكن يعجب الناس فينزلوهم والكلام ده، لاني ما شفتش بصراحه قبل كده دومتي منزله اي حاجه ليها مكتوب عليها الفترة محدودة يعني، ولا هما بيجربوا ولا ايه مش عارف بصراحة يعني، بس احنا هنجرب ونشوف. برضو في حاجة برضو كنت عايز اقولها لكم ان هو ده بخمسة جنيه في اي حتة بخمسة جنيه، انا جايبه بخمسة جنيه، فانت لو رحت لاي سوبر ماركت والكلام ده لو قال لك بستة جنيه او سبعة جنيه ده كده بيضحك عليك، لان في حتت بيبيعوه بستة وبسبعة لغرض ان هو بس لسه نازل جديد وكده ومش هتلاقيه والكلام ده، ولكن هو موجود في كل حتة. انا جايبه تقريبا من العتبة حاجة زي كده، كنت بجيب حاجة ولقيته هناك يعني. يعني الخلاصة ان هو موجود في كل حتة وموجود بخمسة جنيه، يعني هو سعره زي سعر الحاجات القديمه، فاللي يقول لك بخمسه واللي يقول لك بسته ده كده بيضحك عليه. طيب نجرب بطعم البيتزا ده، انا متحمس له شويه، بتاع البسطرمه ده مش عارف ازاي الجبنه بالبسطرمه، ف مش عارف. طبعا العيش بتاع دومتي زي ما هو بس هو مجهد شويه، بس مجهد طبعا نفس الملمس، مش هقول لك بقى ملمس عطيفي جميل جدا جدا يا صديقي وهاته يا الله راحه نفسيه، لا هو عادي بتاع دومتي بتاع كل الناس، هو عادي بتاع دومتي بتاع كل مره اللي انت بتشتريه، فعادي يعني يا صاحبي ما تقفرش معايا. طبعا انا بحب جدا جدا طعم دومتي اللي هو بالبيك تيستي بصوص البيك تيستي، هسيب لك الصوره بتاعته هنا يعني. الطعم ده جامد جدا حرفيا، واللي هو لا طعم الصوص بتاع البيك تيستي بتاع ماك قوي، فهل ده هيبقى طعمه عامل زي طعم البيتزا ولا لا؟ طيب بسم الله، ده المفروض الحشو اللي جوه اللي هو الاصفر ده، يعني مليان حشو، مش هقول لك مش مليان يعني، لا مليان حشو وفي حشو حلو يعني. هو طعم الخضره اللي بتبقى محطوطه فوق البيتزا، يعني في طعم التوابل والجبنه والصلصه والقوطه وكده يعني، والفلفل وكده يعني، لكن مش طعم البيتزا ذات نفسها، مش كأنك بتاكل عجينه بيتزا وكده. غير صوص البيك تيستي كان لا طعم البيك تيستي قوي يعني. فهسيب كده ايه حته في الاخر عشان في الاخر بقى اقول لك تشتري ده ولا تشتري ده يعني. ونفتح اللي هو بطعم البسطرمه، نفس العيش نفس كل حاجه، تعالوا ندوق. بسم الله. الو الو، انت نسيت البسطرمه حضرتك؟ هو مش حاطط حشو اصلا، فانا استنى اخد قطمه تانية لان انا جامد اخش على الحشو اصلا. ده الحشو بتاعه لونه ابيض، غير ده يعني بص ده الحشو بتاعه لونه اصفر وده الحشو بتاعه لونه ابيض. بتاع البسطرمه مع ان في ناس كتير قالت عليه وحش، ولكن بتاع البسطرمه عجبني. عارف اللي هو التوم اللي هو بيبقى مع البسطرمه ده، هو ده طعمه بالظبط. وعلى فكره انا بحب التوم اللي بيبقى مع البسطرمه ده، يعني انا لما باجي بجيب بسطرمه من بره بقول له حط لي توم عليهم، لان دي اصلا بتبقى فيها اصلا الطعم كله اللي هو التوم اللي بيبقى موجود متغلف بره البسطرمه يعني، فده طعم التوم اللي هو متغلف مع البسطرمه ده، فطعمه بصراحه جامد جدا جدا يعني، طعمه قوي جدا. في نقطه انا ممكن اتكلم عليها يعني، ده من اول قطمه انا خدتها وهو في الصوص ده او في الطعم يعني لحد الاخر، ولكن ده انا خدت قطمه ونص لحد ما وصلت للصوص اللي موجود يعني، ولكن الصوص لما بان وكلته والكلام ده لا عجبني جدا. فملخص الحوار، ملخص الحوار يعني، استنى بس اخد ايه قطمه من ده تاني عشان اقول لك ايه نهايه النهايه بقى يا زميلي. بص خلصت الخلاصه بقى تمام. بص يا زميلي، لو انت بتحب التوم اللي مع البسطرمه، طعم التوم بتاع البسطرمه القوي ده، فانت هات اللي هو دومتي اللي هو بالبسطرمه، لان طعمه جامد جدا جدا، واه فعلا هو طعم التوم اللي مع البسطرمه مديك ايحاء اللي انت بتاكل ايه بسطرمه فعلا. طبعا ما بيحبش، في ناس ما بتحبش التوم ده، فلا مش هيعجبها الدومتي ده خالص يعني. طيب البيتزا بقى، دومتي اللي هو بالبيتزا ده، لو انت بتحب البهارات اللي بتبقى على البيتزا دي اللي عارف انت ريحه البيتزا بس البهارات بس اللي عليها اللي هي القوطه والفلفل والجبنه والكلام ده اللي هي الحاجات بس جت من فوق، تمام جايب مثلا 80% 70% من طعم البهارات دي، مش البيتزا ذات نفسها، لا البهارات ذات نفسها اللي هي ريحه البيتزا بس كده، وكمان مش قوي اللي هو 70 80% كمان كده يعني بس، فانت ممكن تجيب اللي هو بالبيتزا. رأيي الشخصي هو عجبني دومتي بالبسطرمه جدا حرفيا، لان الطعم كان قوي قوي فيه، وطعم البسطرمه قوي قوي، او التوم اللي هو بيبقى حوالين البسطرمه ده كان قوي جدا، لكن بتاع البيتزا لو لقيته تاني ما اشتريهوش بصراحه. فدومتي اللي هو بالبسطرمه هو ده اللي هجيبه على طول بصراحه، دومتي بالبيتزا لا، لو لقيته حتى قدامي لا مش هجيبه اصلا، حتى لو مفيش غيره لا مش هجيبه برضه. فلايك في كل مكان، شير في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 فار بقى، خلاص هانت جدا جدا. طبعا بقى وتابعني على الانستجرام وتابعني على التيك توك وتابعني على التويتر والكلام ده، لان بنقدم هناك عظمه جدا جدا، وكالعاده دوس يا كوتش.
السلام عليكم.